كتاب مهم صدر اسمه سيرة الرواية المحرمة طبعا للكاتب الرائع محمد شعيب. هي طبعا الرواية المحرمة هي رواية أولاد حارتنا اللي كتبها نجيب محفوظ. هو الرواية دي لما نزلت يا الشباب الجميل نزلت في بداية الستينيات، وكانت فيها رمزية للإله ورمزية للأنبياء، فتم مصادرتها وتم الهجوم عليها وكذا، وبعدين نشرت في حلقات على الأهرام محمد سنانيك الله يرحمه، وحصل جدل كبير جدا جدا عليها، عشان كده مسميها الرواية المحرمة. هو عامل دراسته عن رواية ولاد حارتنا لنجيب محفوظ، ويجدر بالذكر أن نجيب محفوظ نفسه تبرأ من هذه الرواية في أواخر أيامه. وإذا كنت عايزين أقول لكم رأيي، هي من أقل روايات نجيب محفوظ قيمة. نجيب محفوظ عنده روايات كبيرة وكثيرة أحسن من أولاد حارتنا، لكن يجب ألا نخاف من الاختلاف، ألا نخاف من القراءة عشان توصل لليقين.